من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا. طبعا وصلنا لفقرتنا الحوارية الأخيرة بحلقة اليوم، واللي خصصناها لنحكي عن جنود مجهولين كان لهم الفضل بإنقاذ العديد من الناس، وأيضا يعني لهم بصماتهم، مر كثير من المواقف الصعبة والمحزنة أمامهم. اليوم بدنا يعني نحكي معهم ونتعرف عليهم. بداية بدي رحب بسيادة النقيب يزن مصطفى، كيفك؟ اهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يا رب. الحمد لله على سلامه الجميع. اهلا وسهلا فيك. وايضا فهد بدور، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. شكرا. حضراتكم يعني عناصر بالدفاع المدني، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. بدايه الحمد لله على سلامتكم، وشكرا للجهود اللي كانت مبذوله من اللحظات الاولى لنبأ حدوث الزلزال. دائما نحن يعني نقول كيف هاي الاشخاص اللي بيكونوا هن متعرضين اساسا لصدمه وعندهم خوف، بيكون عندهم هيدي القوه لحتى يكونوا هن موجودين بنفس اللحظه لحتى يقدموا العون لاشخاص هن عايشين نفس الخوف اللي هن عايشينه. نحكي عن اللحظات الاولى لما سمعتوا بالزلزال، كيف كان زلزال؟ شيء كثير جديد وفريد من نوعه ما حصل من قبل، يعني ما متعودين عليه أبداً يعني. ما حصل من قبل هيك شيء أبداً، وبحجم هالكارثة اللي صابت المحافظة عنا، أو كان إحنا كمحافظة اللاذقية وجبلة أو بحلب أو بمناطق تانية من تركيا مثلاً، شيء كتير جديد علينا. فللوهلة الأولى في خوف، يعني في خوف ومسؤولية كتير كبيرة. نحنا كدفاع مدني مسؤوليتنا هي مساعدة الشعب. مساعدة الشعب. نحن دفاع مدني، مهمتنا إنسانية كتير. طبعا مهمتنا إنسانية، معنا واجب علينا نساعد هالناس. فمباشرة نحن بالأحوال العادية وبأي كارثة وبأي مشكلة تحصل بالمحافظة، نحن مباشرة نتوجه مديرية الدفاع المدني باللاذقية، نتلقى التعليمات مباشرة باتجاه مواقع العمل. هلا اول ما تلقيت الخبر انت كنت موجود على راس عملك؟ لا انا كنت بالبيت. انطلقت فورا لاول مكان، وين كان؟ انا مباشره توجهت باتجاه المديريه، اخذت تعليمات من سياده العميد جلال داود، ومباشره توجهت على منطقه الشاطئ الازرق طريق من مرديان. كان في بنايه نازله هناك، كان موجود احياء واشخاص متوفين، وباشرت العمل مباشره هناك. نعم. عم يحكي سيادة النقيب انه يعني حدث جديد نحن ما شهدناه من قبل كخوف، ولكن ايضا حضرتكم كدفاع مدني ما شهدتوا قبل كحاله مثل الحرائق وغيرها، كيف قدرت تتعامل فورا بهيدي اللحظه بانه انت تقدم اي نوع من المساعده لمجهول، يعني انت ما بتعرف شو قادم لاحقا؟ التحقت بدوامي بعد نص ساعه من الكارثه بتوجيهات من السيد العميد قائد كتيبة الدفاع المدني، أخذت آلية إنقاذ وتوجهت إلى منطقة ستامو. فكانت الكارثة كبيرة. وصلنا لستامو، إنقذنا، كان في أحياء إنقذناه، وكان في ناس تحت الإنقاذ متوفية. فتم انتشالها بطريقة كان بوعي، بدقة، بمساعدة الأهالي. في شباب كتير مشكورين بستامو، أدوا واجب كان كتير حلو معنا، ساعدونا. استدعينا طاقم تاني التحق معنا ساعدنا. يعني كان العدد كبير. كان العدد كبير. هلا هو كم بناية وقت بسطامو، يعني وقت أول أول أزمة كان في 10 بنايات. الوقت اللي صارت الارتدادي ساعة بتنتين، بالوقت الساعة تنتين نزل 4 بنايات بس، كانت مخلية من السكة. فاستلمنا تدريجيا بناي. كان في أحياء قدرتوا تنقذوا؟ كان في أحياء، قزنا شاب ووالدته. الطابق الثاني كانوا. نادينا لين إنه في حدا، قال إيه في حدا. فبطريقة بالمعدات، عندنا مباعدات، عندنا مخدات هوائي، شغلناها، رفعنا الأنقاض، دخلنا لجوا، سحبناه. تم إسعافهم إلى مشفى تشرين بسيارة إسعاف. ليه بتكونوا فرحانين وأنتم عم تقدروا عم تشيلوا؟ كثير. هذا عملنا إنساني، عمل نبيل جدا، إنه أنت بتنقذي شخص من تحت الأنقاض. كان عمل رائع. وكان في شيء مأساوي كثير كبير صعب،
يعني كان بيحس بالنفس. كان محزن انه انت شلتي اشخاص، اسرت بيت كاملي متوفي ما رق منه شخص. يا الله. وهالشخص بكامل قواه، الكلمه اللي قالها الحمد والشكر لرب العالمين، الله بعث والله اخذ. هذا الشخص كثير كثير كان متعاون معنا، كان يعني انا اول ما شفته سالت مين هذا الشخص، قال هذا ابوه تحت الانقاض، امه، اخته، اخوه. يا ربي دخيل. فكان موقف محزن كثير، زعلنا كثير. هاي للاسف انه كثير مرت مواقف مؤلمه، يعني هي اكبر من الحزن مؤلمه. لما سياده النقيب كنتوا تروحوا لمكان معين تم توجيهكم باتجاهه، كان في بيانات انه بهيدي البناء في عدد من الاشخاص المفروض يكون في مثلا اب وام وكذا، ابن او كذا عائله هي موجوده ضمن البناء، حتى تكون اليه البحث بالنسبه لكم محدده. طبعا لكن هلا في عندك الاهالي دائما، الجيران بدلوا انه هون في بيت المنطقه فلان. نفسها بدلوك انه هالبناء هذا المتهدم، في عائله الفلانيه مؤلفه من شخص اثنين ثلاثه حسب. طبعا هذا الشيء كان كثير يساعدنا، وحتى الاهالي بالمناطق اللي رحنا عليها كثير ساعدونا وكثير وقفوا معنا. اليوم المجتمع الاهلي كان له دور كثير كبير طبعاً بدعمكم دور كتير كبير العمل، بالاضافه للمؤسسات الثانيه ضمن المحافظه عنا. كثير صار في تنسيق ومساعده كثير كبيره، يعني نحن اشتغلنا بالعتاد الموجود عندنا، بالطواقم الموجوده عندنا، بالاضافه للمسانده من باقي المحافظات. هلا مباشره نحن وقت اللي توجهنا باتجاه المواقع صار في مؤازره من باقي المحافظات بالدفاع المدني. الدفاع المدني بالمحافظات البقيه كله توجه باتجاهنا لهون، وكله حط ايده معنا وصار يشتغل معنا واستلم مواقع مثله مثلنا، كأنه يعني حدا من المحافظة أو حدا من المدينة نفسها. إيه؟ طب كان في مواقع أصعب من مواقع بناء أصعب من بناء؟ يعني خلينا نحكي عن هيدا النقطة، قد ايه بتختلف هيدا الآلية حتى بتفرق معكم بالسرعة بالتنقل لمكان ثاني ممكن تقدم فيه مساعدة؟ طبعا في اختلاف، في تباين كتير كبير بين المناطق. طبعا هلا بتكون في عندك أنت بناء مؤلف من 7 طوابق أو 8 طوابق غير البناء المؤلف من طابقين أو 3. طبعا والعدد وقت اللي بيكون العدد اكبر طبعا بيكون الشغل اكثر ومرهق اكثر وصعب، خاصه وقت بيكون في عندك ضخامه بالكتله المتهدمه طبعا. هلا يمكن بسطامو كان عدد الضحايا اكبر، كان في عدد ضحايا بسطامو كبير. مثل ما تفضل زميلي وحكى، وصلنا على بناي اخذنا عدد السكان قديش فيها، كان العدد كبير، كان فيها 14 شخص بالطوابق. سألناهم بأي طابق كان فيه، في الثانية وبالثالث وبالرابع. كمان في أسرة بيت شاب أولاده 4 ومرته، هذول شلناهم من الطابق الرابع كانوا متوفايين. تم إسعافهم إلى مشفى تشرين. يعني نسبة الناجين كان كتير نسبة قليلة، قليلة كانت جدا. قليلة جدا كانت. طيب انت بهاي اللحظه يعني وسياده النقيب، انه انت تارك عيلتك وعندك خوف عليهم اليوم انه هن كمان ممكن يكونوا تاثروا بالزلزال، وانت عم تنقذ ناس ثانيين، هي المشاعر، وانه انت بحاله ترقب بدك تنقذ حدا اذا عم تسمع صوت، هي الحالات اللي كنتوا عم بتعيشوها قد ايه نفسيا يمكن ارهقتكم؟ طبعا ما بخفيك يا امر، هو الموضوع مرهق ومتعب بنفس الوقت. بس انت في عندك شيء بشدك، شيء اسمه دافع الوطني. يعني في ناس هلا العائلة بخير كانت والحمد لله، بس في ناس ما أنا بخير، في ناس بحاجتك أكثر من العائلة، فأنت دائما بتفضل الإنسان اللي بحاجتك، وأنت هاي مسؤوليتك، هذا الواجب الوطني إلنا نحن، واجبنا الوطني نحن نقدم المساعدة لهالناس هاي، فالمفروض دائما نكون معهم نحن بأوقات الشدة بأوقات العصيبة مثل هالوقت هذا اللي مرينا فيه. نعم. طبعاً. أولويات كانت موجودة بهيدي المرحلة. ربما خوفنا على أهلينا كان بمحل، ولكن في خوف أكبر كان بأماكن تانية. حضرتك وقت صار الزلزال وين كنت؟ كيف تعاملت؟ كيف حطيت عيلتك وطلعت؟ يعني كمان هيدي المشاعر كتير صعبة. كنت ببيتي وقت صار الزلزال، أخذت عيلتي وبنتي وطلعنا برا البيت، أمنته عند بيت أهلي طابق أول حجر قديم، واتجهت فورا إلى مكان عملي. أني لقيت معاناة بالسير، بس الحمد لله تسهلت معي.
في ناس وصلوني لدوامة. حضرتك ساكن بالريف؟ أنا ساكن بالفاخورة. بالريف. إيه نعم. بالريف بالفاخورة. وقت التحقت بدوامة سيارة جاهزة الطاقم جاهز وصلت التحقت بسطامه فورا. بقية الأليات انتشرت بالمدينة، انتشرت بالقرداحة، بكلماخو، بجبلي، في آلية طلعت على الهنادة. فكان العمل كخليط نحل نحن والأهالي. كان معنا كتائب البعث، جينا اجانا دعم من القوات الرديفة، قوات الجيش ساعدونا، اجانا دعم بعض الشركات بالمعدات الهندسية، طلبوا سيادة العميد طلب معدات هندسية، وصلت لعنا معدات الهندسية. في أشخاص مدنية كثير تبرعت، في شخص وجه له الشكر اسمه باسم إبراهيم، جاب سيارة فيها مولدة كهرباء كبيرة، ساعدنا بالمولدة بكمبريسة بصاروخ خاص بالنسبة، بالإضافة للمعدات اللي كانت معنا. رئيس البلدية كان متعاون جدا جدا، وجه له شكر الأستاذ منهل طالب، كان متعاون معنا بشكل كدفاع مدني. وفي شباب كان عنده روح الاندفاع، صار عنده معنويات كبيرة، وقت اللي نشيل واحد تحسي كأنه يعني شيء كبير عنده. كان يعني سمعنا انه حتى كتير. الشباب ضمن المناطق المنكوبه يعني صاروا هن بايديهم يحفروا بالجاكوش باي وسيله بالمنزل عندهم. ساعدونا كثير بالهد بالكسر بالنكش بنقل الانقاض، ساعدونا بنقل الانقاض، انه في انقاض فينا ننقلها نحن، ما فينا ندخل معدات لا هندسي ولا تركس ولا باكي. بسطامه كانت كل الابنيه مسكونه، ال 14 اللي وقعوا الاغلبيه كانوا مسكونين. الاغلبيه كانوا مسكونات. قد ايه عدد الضحايا اللي كانت بسطامه تقريبا؟ عدد الضحايا كانوا 44 ضحيه. 44 قد ايه انقذتوا؟ انقذنا وقت اللي وصلت انا، كانوا انقذنا شاب ووالدته فقط. كانوا الشباب كان في اهل بسطامه عم قلك كانوا مشتغلين الشباب وناغزين 4-5 بس نعم. الكارثة كبيرة، كارثة كبيرة كتير كتير. وأهم شيء نحن وقت نوصل على الكارثة الأمان للمنقذ، نحن بدنا نأمن على حالنا صح. من كهرباء من مياه من كذا، لأنه أنا منقذ، أنا إذا فتت انقذت وأنا ما أمنت على حالي أنا كمان رحت، بدي منقذ تاني ينقذني صح. فالأمان قبل كل شيء يعني. والمشكلة سيادة النقيب أنه يعني الكل كان متخوف من هزات ارتدادية، يعني لسه كان الحدث جديد، نحن أول مرة نتعرض للزلزال، فنحن ما بنعرف شو رح يجي بعده. العالم يعني خافت ما يجي هزة تانية، ممكن نفس البناء يرجع يتصدع بشكل أكبر أو تنزل أبنية تانية. كيف تعاملتوا بهيدي، يعني كيف تعاملتوا بهيدي الدقائق أو بهيدي الساعات الأولى لحتى أنتوا فعلا تعرفوا شو صاير؟ يعني بعد يومين ثلاثة هدت، بس بالأيام الأول والثاني كان في قلق كتير كبير، وخاصة بعد الهزة الثانية مثل ما ذكر السيد فهد. تماماً. صار هزة ثانية نزل وراها أبنية جديدة. نعم نعم صحيح. هلق بالوهلة الأولى مثل ما حكينا هلا من شوي، الموضوع جديد فشي طبيعي يعمل ردة فعل عند الناس. يعني الهزة ما نوش أو بالأحرى هي ما نهزة اللي تعرضنا له نحن، هي زلزال. زلزال اللي تعرضنا له بالعلم معروف أي زلزال بدها ترافقه هزات ارتدادية على فترات متقطعة يعني، فهو شيء كتير طبيعي بس جديد علينا نحن، شيء طبيعي نخاف منه بشكل دائم. فأهم شيء هو الناس تنتبه على موضوع الأبنية اللي ساكني فيها. موضوع الأبنية كتير مهم، إن كان في أي تصدعات أي تشققات مباشرة تعرضوا على لجنة، لجنة تقيم الأضرار، تشوف إذا هالبناء صالح للسكن أو لا، صالح للسكن أو لا، غير صالح للسكن لا يفضل أبدا المخاطرة بالسكن فيه. إيه تماما. نعم. ساعات العمل كانت طويلة، أو ما فينا نقول ساعات عمل، كانت أيام عمل طبعاً. يعني إحنا بنعرف كان أكثر من 5 أيام وسبعة أيام متواصل من العمل بدون العودة إلى منازلكم، بدون الراحة، حتى الطعام كان يجي خارجي، حتى ما كان في وقت للاستراحة للطعام. نحن عم نحكي بأيام قديه لازم الجلد كان، الصبر، القوة اللي كنتوا عم تتمتعوا فيها بوقتها حتى تكفوا هيدي الفترة الزمنية. طبعا القوة دائما من رب العالمين، وهيك وضع واحد فينا بينسى التعب. يعني وقت اللي انت بتشوفي ناس تحت الانقاض وانت لازم تشيليها ولازم تنتشليها من تحت الانقاض، وخاصة بالاخص اذا كانت احياء، اذا كانت احياء انت مستحيل تفكري لا باي تعب ولا باي جهد ممكن تبذليه. يعني انا قادر ابذل الجهد المطلوب
بس تشيل هالشخصات من تحت الانقاض. طبعا تعرضنا لكثير مواقف كانت تحز بالقلب يعني. صح. فناس عم تنتظر منك بس بصيص امل لتقدر تطلعيها من تحت الانقاض. ناس يعني اشخاص عم بتناجي عم بتناجينا بس لم طالعها. والمشكلة في أشخاص طلع صوتها بعد يومين ثلاثة يعني أول تمام. يوم والثاني ما كان مبين إنه هن أيوة موجودين ما كان معروف إنه موجودين بهذه المنطقة دخيلك أيه إن شاء الله كدا. دخيلك إنه أيه. بس طالعني من هون أيه. أنت ما بقى يعني ما عاد لك نفس حتى ترتاحي ما في مجال للراحة أبدا أنت مباشرة بدي أسرع لحتى أنا أقدر بس كله كان بوعي بوعي نحن كنا نشتغل بمنهجية ومنحة محدد بحيث إنه سلامة المنقذ، سلامة زميله اللي عم يشتغل معه، سلامة المصاب اللي تحت الأنقاض. إحنا ما فينا نشتغل بعشوائية. حتى طريقة خروج أبداً. المصاب لازم يكون حذر من طريقة الإخراج وما نعمله يمكن أذية ثانية. طبعاً نحن اليوم نتشكر وجودكم معنا سيادة النقيب يزن والأستاذ فهد شكراً كثير لوجودكم. أهلا وسهلا. شكراً لكم شكراً على الاستضافة والحمد لله على السلامة. شكرا لكم يعطيكم العافيه. الرجال الاقوياء دائما هن بيكونوا موجودين بالازمات واثبتوا انه دائما الشعب السوري قلب واحد. شكرا كثير لوجودكم معنا. اكيد شكرا.